التي دعت إلى العلم والقراءة وحثت عليها. لذلك دعونا نستمع الآن إلى آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ عبد الله محاسن، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا جزيلا وأهلا وسهلا فيكم ثاني مرة. سعيدة كتير إنه بشارك مستشفى النجاح إنجازات متتالية على طول، ومحظوظة إنه دايما أكون عم بتحدث عن هاي الإنجازات سواء للجامعة أو للمستشفى، لأنه منرفع الرأس كوننا أبناء هاي الجامعة وخريجيها، ودائما حريصين على إنه دائما نحكي عنها بالخير وعن طاقمها الإداري وأيضا الأكاديمي اللي مفتخر فيه، وهو اللي بمدنا بالعزيمة والإصرار والخبرات لحتى نواصل الدرب ونقدر ننجح كل شخص بمكانه وبعمله. ومع كل حدث وإنجاز لإلنا، الوطن حاضر ما بيغيب أبدا، منعزه بإصرارنا على المجد والخلود وتحقيق النجاح. هاي هي غايتنا اللي بتشرف كل مواطن فلسطيني، وبعلاها بتقهر كل عدو. والآن مع تحية السلام الوطني الفلسطيني. جميعا نقرأ الفاتحة طبعا على أرواح شهدائنا الأبرار. صدق الله العظيم. ألم 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 بدائه، إن آن 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 أوانه. هذا الشعر اللي بحكي هيك مش أنا طبعا. وفي مستشفى النجاح الوطني الجامعي الأول على مستوى الوطن، حاضرون منذ اليوم الأول لتأسيسه عام 2013 لتقديم العلاج وكافة الخدمات الطبية، وحريصون على تطوير الأقسام واستقطاب الكفاءات والخبرات وإنشاء المراكز المتخصصة. لذلك نحتفل اليوم
بافتتاح المركز الجامعي لجراحة الكلى والمسالك البولية. وبالطبع هذه الإنجازات ليست بجديدة، وإنما تأتي تزامناً مع احتفال جامعة نجاح الوطنية اليوم بتكريم أوائلها للفوج 42، وهذا يدل على أن الأساس هو بذرة النجاح التي غدت شجرة مثمرة وشامخة، ومثمرة طبعاً بقصص التميز والتفوق منذ تأسيسها عام 1918 كمدرسة أساسية. وبالتأكيد هذه الإنجازات الكبيرة والمستمرة لم تكن لتحقق دون قيادة عظيمة وجهود حثيثة ترفع لها القبعات. تحديداً نتحدث اليوم عن شخصية فلسطينية نفخر بها عربياً وعالمياً، سعادة رجل الأعمال السيد صبيح المصري رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، فليتفضل مشكوراً. هلكتني. ما لي علاقة بالتفاصيل أبداً، بتبالغ كثير عن مالك، ولكن أنا ملتزم للنجاح ومدارس النجاح، لأنه قضيت 10 سنين من أكثر 12 سنة من عمري من الروضة إلى آخر سنتين. بعدين بس أنا مخلص للنجاح لأسباب كثيرة، لولا النجاح ما كنت وصلت للي وصلته اليوم. وصلت بالنجاح وليس بأمور أخرى، بمحبتي للناس واهتمامي إنه أكون خادم لكل اللي بشتغل معهم قبل ما يكونوا معي أنا معهم. فإن شاء الله أتمكن أضلني أشتغل مع الدكتور رامي والنجاح لما فيها مصلحة أهل فلسطين، كمان نابلس شوي زيادة. أسعد الله أوقاتكم بخير، يسعدني أن أكون بينكم اليوم لنفتتح المركز الجامعي لجراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى النجاح الوطني الجامعي. هذا المركز الأكاديمي المتخصص الأول من نوعه، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ورفع وتيرة البحث العلمي في فلسطين. إن هذا المركز يشكل إضافة نوعية لمستشفى النجاح الوطني الجامعي والخدمات الصحية في نابلس وفلسطين ككل، حيث تتمركز خدماته على واحد من التخصصات الطبية الملحة ليسهم في تخفيف معاناة المرضى وتسهيل وصولهم إلى خدمات طبية وفق المواصفات العالمية داخل الوطن، بما يخفض من كلف العلاج على المواطن والدولة والسفر لبرا طبعا مصيبة. كما سيعزز افتتاح هذا المركز من الدور الأكاديمي والتعليمي الحيوي الذي يلعبه مستشفى النجاح كرافد أساسي لجامعة النجاح، وذلك من خلال قيامه بتدريب الطلاب والمقيمين في التخصصات الفرعية المختلفة ليسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة بأعلى المستويات الأكاديمية والعلمية والعملية. إن رؤيتنا في مجلس الأمناء تتمحور حول النهوض بالخدمات التعليمية والأكاديمية والصحية على جميع المستويات، وقد تجسد ذلك في جامعة النجاح الوطنية والذي يضم حالياً عشرات التخصصات المتنوعة، كان آخرها في كلية الطب وعلوم الصحة تخصص طب الأسنان. وتشمل هذه الرؤية أيضاً مستشفى النجاح الوطني الجامعي ودوره الرائد في تقديم خدمات نوعية متكاملة، والذي يجري العمل حالياً على استكمال بناء المبنى الجديد له بخدمات متعددة كوحدة غسيل الكلى والعلاج الإشعاعي في المرحلة الأولى. نعتز بهذا الصرح الوطني الطبي ونتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم ودعم إنشاء هذا المركز ليكون منارة علم ويد عون تمتد لكافة أبناء الوطن. ولولا الدكتور رامي الحمد لله شغله الدائب بصراحة بدون أي تغيير، الدكتور رامي مع مؤسسة جماعة ما صارت للوضع مثل ما هو اليوم، كله اتصالات أمانة وأخلاص وعمل دائب
ما بتشوفوا اليوم إلا بعمل جبار من اللي اشتغلوا. وأنا أقل واحد فيهم. مضبوط مضبوط. شكرا جزيلا سعادة رجل الأعمال السيد صبيح المصري رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية. طوبى للنجاح الذي تحقق بعد الفلاح والكفاح، طوبى لكل من شارك وساهم في صناعته ولا يزال يقدم الكثير للارتقاء بجامعة النجاح ومستشفى النجاح. فغزل من النون نور يضيء ظلام الجهل، وبنى من الجيم جهدا عظيما، وأقام من الألف إرادة قوية، وأحاط من الحاء حزم لا يلين أمام التحديات. أتحدث عن دولة الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية ورئيس مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء العم أبو خالد ما بيحكي عن حاله هو، يعني أنا اليوم بهاي المناسبة أول شيء بدي أشكره، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وحدة غسيل الكلى اللي بنعمل فيها عمان حاليا اللي هي راح تنقذ آلاف المرضى في الشمال وفي كل المحافظات الواقع، اللي عمالهم بتعالجوا 4 شفتات حاليا بفضل هاي الوحدة، اللي إن شاء الله راح تخلص بشهر 10، راح يكون الناس 6-7 بالليل يخلصوا غسيل الكلى. الفضل للي تبرع وراسهم، العم أبو خالد هو بحكيش بس أنا لازم أحكي، العم أبو خالد تبرع $1,000,000 ووصلت للجامعة للمستشفى في موعدها، وإن شاء الله على العهد نفتتح هذا المرفق إن شاء الله في بداية شهر 10، والعم أبو خالد بيكون موجود على رأس المحتفلين. شكرا عم أبو خالد. الحضور الكريم كل باسمه ولقبه، أحسن لا أنسى حدا وتزعلوا علي بعدين. أرحب بكم في هذا اليوم الأغر لنفتتح المركز الجامعي لجراحة الكلى والمسالك البولية، مجسدين رؤيتنا الواضحة في تطوير أدائنا الطبي والتمدد في تقديم خدماتنا لمجتمعنا الفلسطيني. لقد داب مستشفى النجاح الوطني الجامعي منذ تشييده على استقطاب الكفاءة العلمية وتطوير الخدمات الصحية بما يتناسب مع المعايير العالمية للخدمات الصحية، وذلك من أجل خدمة المواطن الفلسطيني. ولقد كان هذا جلياً في الخدمات الطبية التي وفرها على مدار السنوات السابقة في الأقسام المختلفة، ومنها أقسام الأورام وأقسام غسيل الكلى والجراحات المتخصصة. وكان لهذه الخدمات المميزة أثر واضح في علاج آلاف المرضى الفلسطينيين داخل مؤسسة وطنية توفر لهم الإمكانات العالمية بأيدي نخبة من الأطباء المهرة، مما خفف من معاناة المواطن الفلسطيني وأراحه من السفر إلى الخارج، وقلل من عدد التحويلات الطبية خارج مؤسسات الدولة. وقد كانت هذه الرؤية الرئيسية التي قام عليها مستشفى النجاح الوطني الجامعي. فضلاً عن ذلك، فهو مستشفى تعليمي يوفر بيئة تعليمية لطلاب كلية الطب وعلوم الصحة والأطباء المقيمين على برامج الاختصاص المختلفة والأطباء على برامج الزمالة. وقد أثبتت التجارب السابقة أن مخرجات هذا المشفى من أطباء وأخصائيين كانت ذات جودة عالية، وهذا جلي في نتائج الامتحانات المحلية والإقليمية والعالمية وبخاصة الأمريكية، فقد أحرز فيها أطباؤنا مراتب متقدمة وأثبتوا أن الطبيب الفلسطيني قادر على المنافسة ليس فقط محليا وإنما إقليميا ودوليا أيضا. الأخوات والإخوة، مستشفى النجاح يضم نخبة من الأطباء الحاصلين على تخصصات فرعية ودقيقة في مختلف التخصصات من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة، وإن رؤيتنا الحالية تتوجه نحو إنشاء مراكز متخصصة ذات كفاءة عالية ضمن مؤسسات مستشفى النجاح الوطني الجامعي، تعنى بتقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية الأولية والثانوية تحت سقف واحد بإشراف أطباء ذوي كفاءة عالية، مع وجود التسهيلات اللوجستية
والأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية. وإننا اليوم نجسد هذه الرؤية بافتتاح المركز الجامعي لجراحة الكلى والمسالك البولية الذي تم تجهيزه خلال السنتين الماضيتين ليضم خدمات طبية نوعية متكاملة من حيث الأجهزة والمستلزمات ومن حيث الكادر الطبي المتخصص، حيث يوفر المركز اليوم خدمات متكاملة لأمراض الجهاز البولي والتناسلي كخدمة جراحة منظار البطن والمناظير المرنة وجراحة أورام المسالك البولية وأمراض العقم والسلس البولي، وهي تعد خدمات طبية مميزة تغني المواطن الفلسطيني عن السفر إلى الخارج أو التحويل إلى مستشفيات الداخل. فضلاً عن ذلك، فإن المركز سيتبع سياسة المعايير العالمية للعلاج من حيث حق المريض بمعرفة تفاصيل المرض والإجراء الطبي المنوي تنفيذه وحصول المريض على الرعاية الطبية النوعية اللازمة والدعم النفسي والاجتماعي، بحيث يصل المركز إلى خدمة متكاملة للمريض الفلسطيني توازي المراكز العالمية. إننا فخورون جداً بهذا التطور الذي يحرزه أطباؤنا في مختلف المجالات، ونحن على استعداد دائم لتقديم الدعم المعنوي والمادي لتطوير الرعاية الصحية في مستشفى النجاح الوطني الجامعي الذي يشكل لبنة أساسية في هرم النظام الصحي الفلسطيني. وأنا بوجود العم أبو خالد هنا بطمنكم، هذا المستشفى إن شاء الله سيتم بناؤه إن شاء الله بالكامل، مش راح نتركه في مثل عم أبو خالد وكل رجال الخير في البلد وفي فلسطين وفي الخارج الواقع، لأنه هذا المستشفى أسهموا فيه دول شخصيات عربية وإسلامية من كل أنحاء العالم. هذا المستشفى إن شاء الله بوجود عم أبو خالد ووجودكم جميعا إن شاء الله سيكتمل، وبعتقد راح يكون 470 سرير فيه، 470 سرير، وإن شاء الله يوفر كل الخدمات اللازمة لكل المجتمع الفلسطيني. بحييكم جميعا، بشكر عم أبو خالد دائما، بشكركم، وإن شاء الله نلتقي في افتتاح وحدة غسيل الكلى عم أبو خالد في شهر 10. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا دولة الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، نائب رئيس مجلس جامعة النجاح الوطنية ورئيس مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي. لا شك أن من أهم أسس النجاح والتطوير هي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لذلك ننتظر دوما مباركة عمل جديد يعزز رؤية ورسالة الجامعة والمستشفى. والآن دعونا نرحب بكلمة الدكتور كمال حجازي المدير التنفيذي لمستشفى النجاح الوطني الجامعي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم جميعا. أبدأ بالشكر في البداية إلى من أوصلونا إلى هذه المرحلة من النجاح. شكر أولا يرجع إلى أخونا العزيز أبو خالد، أول مرة قابلني في عمان أوصاني خيرا بنابلس. لازم تدير بالك على المستشفى، هذا مستشفى ذخر فلسطيني، لازم نطوره على مستوى عالمي، مش على قد المستشفيات المحلية ولكن على المستشفيات في أوروبا في أمريكا في هذا المجال. وكان أكثر الداعمين لرحلتنا في الحصول على الاعتماد الدولي وتبني أفضل المعايير في ذلك. شكرا لدولة الدكتور رامي اللي أعطانا الدعم الكامل وأعطانا الفري هاند، تقولوا اعملوا ما يلزم لتطوير الخدمات الصحية وما تقصروا في أي مريض. نشكر الطواقم الطبية في المستشفى اللي حملت الرسالة وأدت الأمانة. نشكر شركات الأدوية وشركات المعدات الطبية اللي وقفت معنا في جميع الأزمات واليوم تقف معنا في دعم هذا الحفل الكريم، رغم أنه إلها علينا ديون كبيرة كثير جدا ومش قادرين نسدها، لكن فينا نمشيها. كل التقدير والاحترام لزملائنا في وزارة الصحة، في الخدمات العسكرية، في القطاع الخاص اللي دؤوبا يتعاملوا معنا لمصلحة المريض. قبل 3 أعوام تبنى المستشفى رسالة واحدة، أننا فريق واحد لهدف واحد
وهو مصلحة المريض. طبعا كانت فكرة، كانت كلمات تم استيعابها بعد فترات طويلة، وهذا الإنجاز يعتبر وليد أحد هذه الأهداف التي حددناها في تلك الفترة. لم يكن هذا الحفل اليوم وافتتاح المركز صير عنا إلا بالدعم الكامل من جامعة النجاح وطواقمها وإدارتها لوجستياً وعلمياً. فشكراً للجميع، وإن شاء الله ما أكون نسيت أي شخص. بدي أتحدث بسيطاً عن مراكز تميز أو ما يعرف بالCenters of Excellence. إيش الفكرة؟ إيش السبب وراها؟ بطريقة مبسطة، أعطونا الفارس، أعطانا 5 دقائق نتكلم، زي اللي بيعزم واحد على بوفيه وبقص المعدة قبل ما يجيبه، فخمس دقائق المرة الجاية أتمنى تعطونا فترة أطول إن شاء الله. في علوم الاقتصاد والسياسة في هناك نظرية بسموها نظرية الكرسي ذو 3 دعامات أو 3 أرجل. الفكرة إنه أي كرسي ما بتقدر تجلس عليه بدون ما يكون عليه على الأقل 3 أرجل. هذا دفع الاختصاصات في السياسة وفي الاقتصاد إنهم يركزوا على أهم 3 محاور، 3 معايير، 3 دعامات يركزوا عليها. في النظام الصحي في 3 قضايا مهمة. أول قضية هي قضية الحاجة، وأفصلهن بسهاب بسيطي. القضية الثانية هي قضية الواقع اللي احنا بنعيشه، والقضية الثالثة هي قضية المستقبل. قضية الحاجة هي قضية المريض، ماذا يريد المريض، ماذا يريد المريض. طبعا النظام الصحي يتبنى وجهة نظر المريض ويركز، فما هي 3 أشياء اللي بركز عليها الحاجة؟ أول شيء اللي هو توفير الخدمة وسهولة الحصول عليها، هذا أهم شيء. الشيء الثاني إنه الخدمة تكون ذات جودة عالية، وثالث شيء إنه تكون بتكلفة مقدور عليها. هذا من وجهة نظر المريض. لكن من وجهة نظر الواقع اللي هو يمثل القطاع الصحي بمختلف مؤسساته، هناك 3 محاور أخرى. المحور الأول هو إنه في المستشفى في عندك إدارة صحية أو إدارة طبية، فالعمليات الطبية مهمة، ولكن العمليات المالية أيضا مهمة كمان للحاجة، وإحنا هذا ما نعانيه الآن، يعني في عندنا مشكلة في المالية، فهذا بتهز الاستقرار الكرسي اللي إحنا بنجلس عليه كمقدمي خدمات. وثالث شيء اللي هو الإجراءات الداخلية في المستشفى، سواء من سياسات توظيف إلى تبني أفضل المعايير في العلاجات. الشيء الثالث أو القضية الثالثة في القطاع الصحي اللي هي مسألة المستقبل. المستقبل يكمن في المؤسسات الطبية التعليمية، وهي ترتكز على 3 أشياء: تعليم، البحث العلمي، وجودة الخدمات الصحية. لو أخذنا 3 قضايا مع بعضها ونلاقي إلها أي حل، لا يوجد حلول كثيرة. فأحد هذا الحلول اللي تبنته المئات من الجامعات والمستشفيات الجامعية في جميع أنحاء العالم هو بناء ما يعرف بCenters of Excellence أو مراكز التميز، اللي هي تجمع توازن بين احتياجات المريض، بين الحاجة وبين الواقع وبين المستقبل. النتيجة اللي ظهرت في معظم هذه المراكز كانت جيدة جدا. أول شيء الناس تعجبوا، قال لك عملت انتهى المراكز وكبرتها، لكن تفاجأوا أن التكلفة كانت أقل، جودة الخدمات كانت أعلى، ابتعدنا عن مشكلة كبيرة يعاني منها المرضى وهي تجزئة المريض. أنا بعمل لك الشغلة هذه وروح أنت بكرة عند الثاني والثالث والرابع، فبلف 7 لفات. المراكز التميز والمراكز المتميزة كمركزنا الحالي، الهدف منها أنه كل الخدمات تكون في نفس المركز، توفر على المريض رحلة العذاب بأقل تكلفة على المريض وعلى المقدم الخدمات وعلى النظام الصحي. هذه هي الفكرة. كانت بدأت قبل 2 سنين، الدكتور فارس اشتغل عليها. هذه الفكرة بتحتاج وقت،
تخطيط وبناء وذلك. ولكن الحمد لله وصلنا إلى هذه المرحلة. هي ليست مسألة أنه تفتح عيادتين أو ثلاث عيادات، هي مسألة فكر، مسألة ثقافة. نريد أن الثقافة هذه تنتشر بين مقدمي الخدمات وبين المرضى كذلك. وهأرجع للمرضى في نهاية حديثي، ولكن المركز هذا مفتوح للجميع، هو ليس مركز للنجاح، هو مركز لفلسطين. نتمنى أنه كل الأطباء سواء في القطاع الخاص، في القطاع الحكومي، حتى في داخل مستشفى النجاح، في داخل جامعة النجاح، أن يستخدموا هذا المركز كمرجع للإجابة على الأسئلة التي لا يمكن أن يحصوا عليها من جوجل ولا من أي مكان ثاني. هي نقلة نوعية، ولكن أنا بوجه رسالتي للدكتور فارس، دكتور محمود، دكتور أحمد، وإن شاء الله الدكتور حاتم راجع بعد شهر إن شاء الله. فعندنا أربع أطباء حيكونوا في القسم. أنا أستحضر قصة في وأختم بها الحديث. إحنا في قربنا على شهر ذي الحجة، في مرة في الحج سمعت حديث أحد الدعاة المصريين، فكان بيحكي عن إيش الإجراءات في الحج وإيش تعمل. قال بعد ما ترمي الجمرات تنزل على جسر الجمرات، تأخذ حتة كده على جنب وبتقف وبتقول يا رب أنا مش ماشي من هنا إلا لما تغفر لي كل الذنوب. فأنا بدي المرضى إن شاء الله لما يجوا على مركز المركز الجامعي للجراحة الكلى والمسالك البولية أن يدخل المريض ويقول للدكتور أنا مش طالع من هان إلا لما أخذ العلاج متكامل، ما بدي أروح على مكان ثاني. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. فريق واحد، هدف واحد، مصلحة المريض أولا، وإن شاء الله ربنا يقوينا ويقويكم. وأشكركم حسن استماعكم. شكرا جزيلا الدكتور كمال. هذا الموضوع عند الدكتور فارس يعني والطاقم الطبي بالكامل، فيعطيكم ألف عافية على جهودكم. وبالتأكيد المركز الجامعي لجراحة الكلى والمسالك البولية هو مركز متكامل بحثي وأكاديمي وخدماتي، يهدف لتقديم الخدمة الصحية والنوعية للمواطن في مركز علمي ينافس المراكز العلمية المتقدمة من ناحية البحث العلمي والخدمة الأكاديمية، ويعتبر المركز الأول المتخصص في جراحة الكلى والمسالك البولية في فلسطين. وسأترك المجال للدكتور فارس أبو شمة أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية للحديث أكثر عن الموضوع من خلال عرض تفاعلي بعنوان الماضي الحاضر والمستقبل. طبعا شكرا جزيلا، بدي احاول التزم في الخمس دقائق تعوني عشان اخلص بسرعه. حابب اول شيء اشكر جميع الضيوف كلهم بلقبه ومسماه على الحضور اليوم لافتتاح المركز الجامعي، واللي هو انا باعتقادي انه هذا دعم لوجود مراكز زي هذا، بوجود حضور بهذا العدد في هذا اليوم من الافتتاح. انا ما راح اطيل عليكم، بس بدي اعطيكم نبذه عن التاريخ قسم جراحه الكلى والمسالك البوليه في المستشفى، ايش اللي تطور خلال سنتين، وايش احنا اللي بنحاول نحققه من خلال وجود المركز الجامعي لجراحه الكلى والمسالك البوليه. Why it's urology center? It's urology center مركز متكامل، حيث إنه إحنا نقدر نقدم الخدمة الصحية المتكاملة الأكاديمية والبحثية والخدماتية للمواطن الفلسطيني، بحيث إنه نقدر نوصل في مرحلة معينة لقدر من التشخيص وقدر من العلاج، بحيث إنه المواطن ما يضطر إلى السفر أو إلى التنقل لأماكن أخرى للحصول على الخدمة الصحية. القسم تشكل تقريبا تم تأسيسه ب 2013-2014. أول ما بلش قسم جراحة الكلى والمسالك البولية كان وجود أخصائي استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. تطورنا 2022 نحكي عن وجود أربع أخصائيين بتخصصات فرعية مختلفة من بلدان مختلفة زي بريطانيا، تركيا، الأردن والهند. تحول شوي شفت من primary service to secondary service to tertiary service. حاليا المركز بيقدم خدمات ثانوية مختلفة في جراحة الكلى والمسالك البولية، رح نحكي عنها كمان شوي. ورح ننتقل تدريجيا من فكرة قسم جراحة الكلى والمسالك لفكرة المركز الجامعي لجراحة الكلى والمسالك، اللي هو بيقدم comprehensive urological surgeries and services. نطلع شوي على الأرقام، ديتا دائما بتحكي الحقيقة. إذا نطلع من 2019-2021-2022 عدد المرضى اللي بنشوفهم في قسم أو مركز الجامعي لجراحة الكلى والمسالك is going up, trending up. فالأرقام عم بتزيد. إحنا نتوقع السنة هاي 2022 رح نشوف ما يقارب أكثر من 3000،
و500 مريض في العيادات الخارجية أو في الإجراءات العيادات الخارجية زي تخطيط المثانة والخزعات للبروستات أو غيرها. بالنسبة لعدد العمليات، عدد العمليات كمان ارتفع من 2019-2022 بحيث أنه كنا نحكي عن ما يقارب 500 عملية بالسنة في 2019، وحالياً بال 2022 نتوقع نوصل ما يقارب 1000 عملية. ومش الفكرة فقط في العدد، كمان نوعية العمليات اللي بنجريها بشكل دوري في مستشفى نجاح صارت تقريباً تقارب العمليات اللي بقدموها المراكز المتخصصة، سواء كانت موجودة في الأردن أو موجودة في الدول المتقدمة زي بريطانيا وأمريكا. زي على سبيل المثال للحصر، جراحة مناظير البطن، جراحة البروستات بأنواعها سواء كان الليزر، جراحة المنظار المرن، جراحة المنظار عن طريق ثقب الخاصة وهذا بالتعاون مع قسم الأشعة اللي يساعدونا دائما، أو عمليات العقم وعمليات تخطيط المثانة والسلس البولي. وكل هذا الهدف منه أنه نقدم خدمة نوعية لأهلنا في فلسطين. وأنا بحكي فلسطين لأنه إحنا المرضى اللي بنشوفهم نقدمهم الخدمة، صحيح جزء منهم من نابلس بس في جزء كبير بيجي من شمال الضفة الغربية وجزء بيجي من الجنوب، من خليل عنا مرضى كثير، من رام الله وحتى من قطاع غزة بحولون الحالات اللي تحتاج تيرجل سيرفيس أو خدمات نوعا ما معقدة. فالهدف هو أنه نقدم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع الشرائح سواء كان خاص أو تحويلات أو تأمينات أينما كان مكانهم. الفكرة اللي دائما بحب أركز عليها إنه هذا ليس فقط مركز خدماتي وإنه هو كمان مركز أكاديمي بحثي بوجود جامعة النجاح الوطنية طبعاً، وعدد الأبحاث العلمية اللي بتنتج عن هذا المركز عدد لا يستهان به. العام تقريباً ما يقارب 12-16 بحث علمي في مجلات عالمية مرموقة، ومنها طرق خاصة في العلاج أو عمليات جراحية معينة تم نشرها في مجلات أمريكية. وكمان في في المستشفى او في المركز مكان خاص لتدريب طلبه كليه الطب وعلوم الصحه، وايضا للتدريب الاطباء على برنامج الاختصاص المعترف به من مجلس التعليم الفلسطيني او الطب الفلسطيني. بالاضافه الى ذلك احنا تيم ورك، المركز ما بيقوم على الدكاتره لحالهم، احنا دكاتره، نيرسز، ممرضين، سوشيال وركرز، نيوتريشنست، حتى العمال الموجودين كلنا وي ار وان تيم. It's a multidisciplinary team. كنا بنشتغل زي ما حكى الدكتور كمال، هو هدف واحد، one goal, patient first and patient safety. الشيء المهم كمان في هذا المركز إنه إحنا بلشنا نعمل في international collaborations, regional international. فعنا official international collaboration مع Bristol Urological Institute اللي حضر جزء منهم على المؤتمر العام، وعنا توأم مع مركز المستشفى الملكي المؤسس في الأردن اللي تابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا، ورحنا مرتين عندهم دورات تدريبية. الفيوتشر، أنا دائما أحب أحكي على الفيوتشر، بطلع على قدام، يعني بخلصش المرحلة بركض لقدام. الطموح تبعنا إنه يصير عندنا ما يسمى بالروبوتك سيرجري أو جراحة الروبوت في فلسطين. الأردن سبقتنا بخطوة، العام مركز الحسين جاب أول روبوت في الأردن، فصار عندهم جراحة الروبوت لجراحة الأورام. لبنان فيها 2 روبوتس، الداخل في عدة أجهزة روبوت، والسعودية والخليج فيه. فإحنا طموحنا اللي ما بتوقف إنه خلال 5 سنين أو 10 سنين القادمة إنه نحصل على روبوت في مستشفى النجاح الوطني، وكمان يكون في عنا إنترناشنال أكريديتيشن لليورولوجي سنتر بمعية الدكتور كمال as a center of accreditation or center of excellence. في النهاية من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولازم إحنا بقسم المسائل البولية الصراحة أول شيء نوجه الشكر المباشر لمجلس الأمناء وللسيد صبيح المصري ولدولة الرئيس الدكتور رامي الحمد الله، اللي لما بلشنا بالفكرة أعطانا الضوء الأخضر والدعم والسبورت الفاينانشلي واللوجستي والدعم النفسي. دكتور كمال لازم نشكره، دكتور كمال من الناس اللي آمنوا بالفكرة ودعمنا. صحيح غلبتك كثير أنا مرات في البيبوك وفي الطلعة وفي الجينة وفي الروحة وفي النق، بس فعلا شكرا انك امنت بالفكره وقدرنا ننطلق بالمركز اليوم. فشكرا، شكرا جزيلا، شكرا للاداره الطبيه دكتور عبد الكريم برقاوي، شكرا لجميع الزملاء في المستشفى، وشكرا للطاقم التمريضي والطاقم المهني، وشكرا لكم جميعا الحضور الكريم. شكرا.
شكرا كثير دكتور فارس ابو شما، وبالمناسبه هو ايضا خريج كليه الطب في جامعه النجاح، انطلق منها لبريطانيا لاستكمال الشهادات التخصصيه، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى، نتمنى دوام التفوق والتميز والنجاح لجميع المؤسسات وايضا لجامعه النجاح ومشفاها ولجميع الطلبه. نتمنى ان تزول جميع المحن التي تمر بها دولتنا الحبيبه فلسطين، ونثمن حضوركم الكريم، كان تشريف كبير لنا وسعيدين جدا بوجودكم، ونشكر اكيد كل الطاقم الطبي وكل المشاركين والداعمين لافتتاح المركز الجامعي لجراحه الكلى والمسالك البوليه في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، وندعوكم الان لجوله استطلاعيه للمباني الجديده وقص الشريط، ونذكر او نذكر طبعا بدعوه تناول الغداء في مطعم الف ليله وليله في مدينه نابلس. اهلا وسهلا بالجميع، ويعطيكم الف عافيه، تحياتي. أيمن سكر أيمن. من هون يا باب الثاني.
شوي، أسرع شوي لو سمحت. أسرع شوي. وين شاف اللي فوق الغرفة اللي فوق؟ هذه غرفة الكلى، كل المرضى اللي بداية المستشفى هي بتجهز عمالها يحجزوا من الشهر. هذا والله شيء إنه رفعين شغيل ليها. بيشتغلوا حتى الآن نظيفية وكويسين في الشغل. السيارات على طول. يلا احكي للشباب. وين هي مدخل هون الكاميرا؟ هي من هاي الجهه. دقيقة افتح الباب على الجانب هذا. تمام هي مبسوط شرفتوني.
شكرا لوجودكم. شكرا جزيلا. شكرا.